الحساب الرسمي للأهرام على تويتر بيقول إن موسيماني يطلب تقريرا مفصلا عن بيراميدز قبل مواجهة الثلاثية، وفي الحقيقة هي مواجهة صعبة جدا، ودايما مباريات الأهلي وبيراميدز مباريات شيقة وفيها ندية كبيرة يعني، واحنا عارفين الكلام ده في آخر 3 سنين يعني. لكن في نفس الوقت الله يكون في عون موسيماني بصراحة، إن أنت تقدر تفصل ما بين ماتش أنت كنت بتلعبه في الدوري وبعد كده تركز في أفريقيا، بعدين ترجع من أفريقيا في يومين بس تركز في ماتش كبير زي بيراميدز، ده تشتت ذهني، وهي دي ضريبة التواجد بالمناسبة داخل النادي الأهلي. لكن مش أي حد يقدر يتعامل مع الأمور دي، أنا بثق في موسيماني إنه يقدر يتعامل ويقدر إن هو يعني يدرس كل فريق هيواجهه رغم الصعوبات ورغم كل العقبات اللي بتقابله. لكن هي بصراحة معادلة صعبة قوي، الله يكون في عون الجهاز الفني للنادي الأهلي واللعيبة أيضا، اللي دايما بالمناسبة هي اللعيبة بتدرس المباريات إزاي من خلال الجهاز الفني اللي بيعرض لقطات أو اللي بيقول لهم على ملاحظات، فلازم هم يكونوا مركزين فيها. فانك تبقى مركز في ماتش ورا التاني بسرعه في اللعيبه بارقامهم اللي انت هتقابلهم بكلام من ده امر مش سهل اطلاقا يعني. الناس بتفتكر ان الامور سهله وبسيطه، لا، صعوبات كتير في ظل ضغط المباريات واضح. يلا كوره.